جرح مين طلع رحمن كما سلم خنطر وصبر غماري واللي راح حي أدام الله عافيته هذا هو التاريخ تاع الموشن تاع الإعلام الآن احنا فرحين ومسرورين بهذه الجحافل من أقلام الجيدة وربما أحسن منا ولربما أحسن منا الآن ما زالوا يكافحوا وما زالوا واقفين مع البلاد لأن الكومش الإعلام إذا في بارتي دو ليستوار البلاد مشات زوج تاع الناس اللي كافحوا البلاد الإعلام ورجال الأمن الإعلام ورجال الأمن مجموعة من الصحفيين مشاو عند سي احمد الغزالي قالوا لهم حبسونا المهزلة حبسوا المهزلة وحبسوها في 91 وحبسوها 91 البلاد كانت رايعة الهوية البلاد كانت رايعة الهوية الآن إذا كنا اليوم نحتفلوا وناكلوا الكاطو ونشربوا ليمونات بفضل هذه الوجوه اللي ضحت وسكنت الأكوان